باب فداء المشركين، باب الكتاب الجهاد والسير، باب فداء المشركين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس الأويسي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن علي، هذا بن عقبة هما طبقة واحدة، وهم من الثقات، عن موسى بن عقبة هم من الثقات الأزبات، عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثني أنس بن مالك وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: لا تدعون منها درهما، وأعطاه. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أوتي النبي وسلم بمال البحرين فجاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، لأنه في بدر لما أسر والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالفداء أو المن والفداء ولم يأخذ بإسخان الإسخان في الأرض، وعاتبه ربه لكنه أباح له. قال: ألا كتاب من الله سابق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لكنه أحل لهم الغنائم. فقال: إني فديت نفسي وفديت عقيلا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وهو يأخذ ويأخذ، فقال له: اجعل أحد يحمل معي. قال: لا، خذ ما شئت وأن تحمله. أخذ كثير من المال سبحان الله، وطلب أحدا يحمل معه، فالنبي قال له: لا لا، خذ ما تستطيع تحمله فقط. شوف، انظر، أعطاه فدا كل ذلك، ولأنه يعني أعطى الفدا لنفسه ولعقيل. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني محمود غيلان حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق صاحب المصنف، أخبرنا معمر بن راشد الأزدي اليماني عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن محمد بن جبير من الثقات، عن أبي جبير بن مطعم. جبير كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أسارى بدر، من ضمن من كانت الفضة له أيضا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال: سمعت يقول: والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قال: كاد قلبي يطير يطيش. شوف من تأثير القرآن، هو ما كان أسلم، فقد سمع النظم في هذا الكتاب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في الحديث فيها فدى المشركين، ولأنه ابن العباس ده بعدما أسلم، طبعا بعدما أسلم وقال: أنا فديت نفسي وفديت عقيلا فأعطيني، فهو أعطاه طبعا من الخمس، فقال: أعطيني ثم أعطيني ثم أعطيني، وهو يحمل في ثوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى، يحمل. ثم قال: ائتني بمن يحمل عليه أو يحملني هذا. قال: لا، لا أتيك بأحد يحملك، تحمل أنت وتمشي. فأخذ يحمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو طبعا معناه أنه أخذ مالا كثيرا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى أسقط من المال بعض المال حتى استطاع أن يحمله ويمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطاه. هنا أيضا كان جبير بن مطعم في أسارى بدر، وهو أيضا من أصحاب الفدا، ابتدى نفسه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، لذلك قلبه رق عندما قال: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. والترجمة صحيحة في جواز مفادات المشركين من أيدي المسلمين، وأن ذلك مباح بعد الإسخان في الأرض، لأن الله جل وعلا قال: ما كان لنبي أن يكون له بصرة حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. حتب الله نبيه على ذلك فقال: لا تجوز المفاداة حتى تسخن في الأرض، ثم أحل له الغنائم. لولا كتاب من الله سابق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولأن جبير في الأسارة جاء في أسارة بني نوفل رهطه، فأطلقوا له بالفدا، وكان ذلك قبل الإسخان أيضا. وقلنا بأن اختلف العلماء في هذا، والله جل في علاه
لما عاتبهم أحل لهم ذلك، لولا كتابهم من الله سابق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ففدى المشركين جائز. وأيضا هنا العباس، الشاهد العباس فدى نفسه وأيضا عقيل، لذلك في العطاء في الخمس طلب أن يزيد له لأنه تكلف كثيرا في الفدى. الفوائد المستنبطة: جواز فدى المشركين بشرط بعد الإسخان في الأرض، رقة القلب تظهر عند سماع القرآن حتى لو كان من المشركين، حتى المغيرة، حتى المغيرة الدنيا بس فقط هي التي أخذته. قال والله إنا لنعلم الشعر وليس من الشعر وليس من الكهانة ولا كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. فقالوا جمعنا لك لتكلم فيه كلمة. ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، فنظر فعبس وبصر، فقال إن هذا لسحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. لذلك الله تعالى عذبه عذابا أليما. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.